لم نحلق بطائرة، لم نقطع آلاف الأميال، شهدنا في دقائق معدودة جمعناها من أركانها في أربعة أجزاء تنوعاً إنسانياً وثقافياً وحضارياً في بقعة واحدة، فكانت دبي صلة وسند. حاجة حلوة منك، حاجة كل ما تنسيت زيادة فيها إنك، فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. من أم الدنيا، من قلعة صلاح الدين، من خان الخليلي والأهرامات، ومن زنقة الستات. أنا باجي القرية العالمية مش بس عشان أوري العالم حضارة 7000 سنة، أنا هنا بتجمع مع أخواتي من الوطن العربي ومن العالم كله على أرضك يا دبي. مصر أول يوم العيد، عيدية بومبة ولبس جديد، أنا اسمي أحمد، أنا في القرية العالمية. أنا سمعت كتير جداً عن القرية العالمية من وأنا في مصر. أنا لما جيت هنا فعلاً اللي شفته قدامي حاجة جميلة جداً، مبسوط جداً إن أنا موجود الحاجات ديت، أنا ما شفتهاش أصلاً في مصر قبل كده. أنا عارف إن الحاجات دي موجودة في مصر بس أول مرة فعلاً أشوف الحاجات ديت وهي بتتعامل قدامي، بجد حاجة تحفة جداً وجميلة جداً. أنا مبسوط إن أنا موجود في القرية العالمية. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، كل ما تنسيت زيادة فيها إنك. أنا اسمي منى من مصر وعايشة في دبي. أول لما جيت القلعة شفت اسم مصر وبهرني تصميم القلعة، قلعة صلاح الدين، وأتشرف وأفتخر إن في حاجة زي دي موجودة في دبي. اسمي عمرو من مصر، انا عايش في دبي بقالي فتره طويله. المكان ده اللي هو القريه العالميه فعلا وصل لي احساس ان انا فعلا في بلدي مصر. المشي على الكورنيش والبركه في لقمه عيش، فرح بلدي وليله Еще правда ощутил себя как дома. Русский павильон сделали очень здорово. Спасибо Global Village и спасибо Дубай за такую возможность. Это очень приятно увидеть русский павильон на Global Village. Чувствуешь себя как дома. Я люблю Global Village и люблю Дубай. ياز رشيد، يا لوبلو جلوبال فيليج، اي دبي. Thank you.
വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു, എല്ലാ പവനിലും കയറി. ശരിക്കും നല്ലൊരു നല്ലൊരു അനുഭവം. എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ കൾച്ചറും നോക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാ തിങ്സും ഇപ്പോൾ തിരക്കല്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കയറി മൊത്തത്തിൽ സമയമെടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരിൽ അഞ്ച് പേരിൽ മൂന്ന് പേര് പുതിയ ആളാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനടക്കം പുതിയ ആളാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാലും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ग्लोबल विलेज के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं इतनी खुश हूं क्योंकि बहुत अच्छे से वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. हर सारे स्टॉल्स, इतने सारे लोग एक ही प्रमिसेस में हमको देखने को मिलते हैं. मैं तो ख़ास बम्बई से आया हुआ विज़िट करने के लिए, मगर यहाँ जब आया तो मैं यहाँ देख के मैं हैरान हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ. ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड सिर्फ दुबई में आया हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा. बिल्कुल नमस्ते. Echábamos mucho de menos España, así que hemos venido aquí al Global Village para ver qué se cuece. Y bueno, de momento todo bastante bien, mucho buen ambiente, buena comida. Hemos visto la comida, sobre todo las aceitunas. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hola, soy española. Me encanta Global Village. Me encanta Dubai. مبسوطة لما فتت هنا وشفت الفلسطيني وشفت اللي بيشتغلوا فيه وشفت كرامهم وشفت لما كلمتهم حسيت اني بين اهلي وبين قرايبي. كثير كنت مبسوطة. على دكات المجوز بتغنب حنية. اشتقت لأرضي فلسطين كتير. جيت هون على القرية العالمية تشوف قطعة من أرضي بدبي. عن جد
شكرا دبي. والله شوفي الزيارة حق جناح تايلاند هذا أصلاً يغنينا عن السفر كله حق تايلاند، يعني فترة الأربع شهور واحد يقضيها في تايلاند، يعني كأنه رايح تايلاند ومو محتاج أصلاً زيارة يروح تايلاند ولا أي مكان ثاني، يتوقع هذه القرية تغنينا عن زيارة العالم هالفترة أربع خمس شهور، قمة المتعة كأنك زائر العالم كله في دبي، كأنك لا في العالم في أربع شهور وأنت مكانك قاعد في دبي. This is my mom, my sister and myself. Every time I miss Thailand, I always come to here and I feel I'm happy to back to my hometown and I really miss my mom. أسعد مساكم أعزائي المشاهدين، حييكم، معكم عارف ظاهر وابني حاتم. نحن واقفين على باب القرية اللبنانية. لو بتشعروا بالشعور اللي نحن شاعرين فيه، قديش نحن منعتز بدولة الإمارات العربية المتحدة اللي خلتنا نشوف لبنان صغير موجود عندهم هون بالإمارات. ألف تحية لك دبي وألف تحية للقرية اللبنانية، فعلا عم نشم ريحة هوا بلادنا بهالبلد الحلوة، وشكرا لكم. شو بدي أخبركن، شو بدي قلكن، فوت هون على القرية العالمية بحس شقفة من لبنان هون بأرض دبي. بحبك كتير لدبي.
لم نخطو خارجها، نحن هنا في دبي قلب العالم.